مد واقفين ليه؟ مش عارفين كلام الجدع ده حلو. خايفين يقول الدنيا لسه فيها ناس حلوه. بيطلعوا يا استاذ كتير. خايفين يقول كل الناس وحشه. بيطلعوا مرشمين ولا مسيحيين. انا مستعد اثبت لكم ان الدنيا دي دابه كبيره. تحبوا تراهنوني؟ وتراهننا احنا ليه؟ راهن الجدع اللي كان هنا. انا راهن الصعلوك ده. هو اللي حداك مش احنا. امر الله. هتقول يا ابني. اوامرك يا باشا. يا باشا انت بتعمل علاقة مع الصعلوك زي ده يا باشا؟ اصل انا جاي بقيت اجيب فكره دلوقتي. خير يا باشا؟ بعدين ضاع. ماشي يا باشا. جبتهولك يا باشا. فازلينك قطعهالك. ما جبتوش ورايا ليه؟ تعالى يا صاروخ تعالى. اسمي زعلوك واخر مره هقولها لك. وبطل انقاز على الفاضي. انت لسه مصر ان الدنيا فيها ناس حلوه؟ طبعا بس انت ما قابلتش ناس منهم، ولو قابلتهم افعالك معاهم كفايه تفسدهم. انا اتحداك تثبت لي واحد بس كويس. يا بيه يا بيه
لا للسوق السوداء. اشتري مسكه واحتفظ بالعضل فقد يسعدك الحظ وتفوز باحدى الجواهر السمين. سامع دي فيها جواهر. جواهر الله. ومستني ايه؟ يلا روح فينا عشان 30 عيال بحطهم في الجهاز. سيداتي انساتي مساء الخير. الليله موعدكم مع برنامجكم الجديد نحو البلاء. نحو البلاء برنامج تثقيفي رياضي تهذيبي واصلاحي. برنامج الضحكه والمعلومه والرقصه والفزوره. تسالي ومسابقات وجوائز. برسمكم الراعي الرسمي لبرنامج نحو البلاء. برسمكم عصير المشروب الطازج. برسمكم مشروب للاسقياء فقط. مصنع برسمكم 33 اسم بعض. ستوب! اقطع! انزل بالفقرة الإعلامية! يلا اصلاحيك جو أكشن! يرحمكم الله! صور يا ابني! كاميرا البرنامج تنقل لكم هذا التجمع والتحام حول سلعة جديدة تنزل إلى الأسواق لأول مرة. أتحدث إليكم من موقع الحدث أيها السادة، حيث واحد منافس توزيع برسمكم. لو سمحت، ممكن تقول لنا عجبك المنتج الجديد في إيه؟ بصراحة عاجبني أوي، لأنه رخيص والدين وسحب مفيد. لانه مستورد ومفيش زيه في مصر. بعد المزاج يعني لو ما شفتش برسمك الصبح افضل تايه ما اعرفش السكه وساعات احرم خالص. انا لما بشرب برسمكو بحس اني بقيت هادي وصابون. والان موعدنا مع فقرة المسابقة الثقافية والجوائز مقدمة من شركة برسمكو.